أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إن فوربك
مشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمدك ربك وكن من الساجدين. صدق الله العظيم. اللهم ارحم.